في مدينة أوريم عنا عدد يعني لا بأس به حوالي 20 طفل، 20 طفل معاقين صم وبكم بحاجة لتعليم حتى ما يكونوا فئة مهمشة، حتى يعرفوا يتواصلوا مع العالم، يتواصلوا مع المجتمع اللي هن عايشين فيه، يعني أبسط حق له الحق التعلم. نتمنى يعني من كل اللي بيحسن يدعم واللي بيحسن يساعد في الموضوع يساعدنا، إن كان هون في أوريم وإن كان في المركز الثاني في الأتارب، لأنه فئة فعلا طلع عندي أعداد كبيرة، أكثر من 50 طالب ما بين القرى اللي تواصلوا معي على الهاتف، لكن ما في وسيلة نقل لحضورهم للمركز وتعليمهم هاللغة.